لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الأربع 15 فبراير، والنهاردة القمر موجود، ما زال موجود في برج الميزان. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. النهاردة مواليد الحمل عندهم القمر في مواجهة برجهم، وده بيخليهم يميلوا للعصبية جدا، ومطلوب من مواليد الحمل ان هم يحاولوا يشوفوا الجوانب الإيجابية في الطرف الآخر عشان يتجنبوا حدوث مشاكل أو خلافات مع بالذات مع شركاء العمل أو مع شركاء الحياة. ان شاء الله يمكن وجود فينوس في برجهم يديهم شيء من الهدوء والتفهم للآخرين. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، لكن في تنافر فلكي في منازل الصحة، وده ممكن يخلي مواليد الثور طاقتهم أقل في العمل. ونصيحتي لمواليد برج الثور ان هم يهتموا اكتر بصحتهم ويهتموا جدا بسلامتهم، ان هم يعني يحموا نفسهم من اي اذى او إصابة. مطلوب كمان من مواليد برج الثور ان هم يعملوا في سرية وكتمان. انا من وقت لاخر لازم اجدد النصيحة لمواليد برج الثور على طول، ان هم مطلوب منهم العمل في سرية وكتمان وتجنب الفخر بالانجاز. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء اقول لهم النهاردة انه ما زال القمر في منزل الحب، وده يديهم فرصة ان هم يتحرروا من ضغوط كتير، ويديهم حظ في الناحية العاطفية، وممكن ان هم يتجهوا ناحية اهدافهم بمنتهى الاصرار وبالنجاح، يعني يقدروا يحققوا نجاح ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر معاكس معاهم في منزل العائلة، وده يخليه ممكن يكون عندهم يعني ميل للذكريات الحزينة او لمشاكل، يعني انهم يسترجعوا ذكريات كانت مع اهل او مع قرايب تسبب ليهم ألم أو حزن. فنصيحتي بس المواليد برج السرطان إن هم يحاولوا يقاوموا ميلهم للذكريات الحزينة، ويحاولوا يدوروا عن أفكار إيجابية تخليهم في حالة نفسية أفضل. النهاردة كمان برضو عندي نصيحة تانية لمواليد برج السرطان، إن هم مطلوب منهم إن هم يتحكموا في إظهار انفعالاتهم خصوصا في العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات العائلية، يحاولوا يكونوا أكثر مرونة ويتجنبوا العصبية. نروح بعد كده لبرج الأسد. برج الأسد النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيديهم شعور بالسعادة ورغبة في الانفتاح على الآخرين وانطلاق. عندهم كمان ممكن يقضوا أوقات حلوة مع الإخوات ومع الأحباب، وعاطفيا كمان ممكن يتواصلوا بحب مع كل الناس اللي هم بيحبوهم. أنا شايفة كمان إنه مواليد الأسد عندهم قدرة على الإقناع أو قدرة على التفاوض رائعة، فلو عايزين النهاردة إن هم يتفاوضوا على حاجة هم عايزين يحققوها أو يقنعوا حد بيها، النهاردة يوم مناسب جدا ليهم. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، وده يخليني اقول لمواليد برج العذراء حاولوا النهاردة ان انتوا تتجنبوا التبذير قد ما تقدروا، ومهم جدا ان انتوا تحطوا ميزانية تلتزموا بيها. نروح بعد كده لبرج الميزان. برج الميزان النهاردة القمر لسه موجود في برجهم، وده بيخليهم ما زالوا محتفظين بمنتهى السحر والجاذبية، ويقدروا ان هم يتلقوا كلمات الاعجاب
ويقدروا كمان ان هم يلفتوا الانظار ليهم ويجذبوا كل الناس ليهم. ورغم كده هم هيكون عندهم اظهار لنوع من التواضع بيخلي الناس تنجذب ليهم اكتر وتحبهم اكتر. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12 وعندهم تنافر فلكي في منازل الصحة، وده يخليني أطالب مواليد برج العقرب ان هم يخططوا في صمت ويعملوا في صمت علشان يعرفوا يوصلوا لأهدافهم. مطلوب كمان من مواليد برج العقرب ان هم يحاولوا يحموا نفسهم من المكائد قد ما يقدروا. نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس النهاردة الوضع الفلكي داعم لان القمر عندهم في منزل الاصحاب، وده بيخليهم عندهم حظ في ان هم يقضوا اوقات حلوة مع اصحابهم ومع الاحباب كمان، يعني عاطفيا واجتماعيا الوضع الفلكي داعم. كمان مهنيا انا شايفة وجود القمر في منزل الاصحاب هو نفسه منزل المشاريع، وبالتالي عندهم لو عندهم مشاريع عايزين ينموها هيكون عندهم قدرة على تنمية مشاريعهم. وكمان عندهم النهاردة في الشغل قدرة على الانجاز رائع. نروح بعد كده لبرج الجدي. برج الجدي النهاردة عندهم القمر مازال معاكس معاهم في منزل العمل، وده بيخليني اقول لمواليد الجدي حاولوا النهاردة تتحكموا في عصبيتكم وفي عدم تركيزكم، حاولوا تحددوا اولوياتكم وتنظموا افكاركم في الشغل، وكمان حاولوا تكونوا متسامحين مع زملاء العمل وعموما في العلاقات الاجتماعية. واذا عايزين تغيروا الظروف حاولوا تجتهدوا قد ما تقدروا بس بدون عصبية. مفيش حاجة بتتغير بين يوم وليلة، مفيش حاجة بتتغير بالعافية، فلازم تصبروا وتجتهدوا وتكونوا متسامحين مع الاخرين. نروح بعد كده لبرج الحوت. برج الحوت النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، وده بيخليني اقول لمواليد برج الحوت ان النهاردة يوم غير مناسب ماليا للمغامرة، ومطلوب من مواليد الحوت ان هم يحترسوا ويتجنبوا التبذير قد ما يقدروا.